السلام عليكم متتبعي قناة منوعات مغربي في اسطنبول، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة مميزة جدا خصك تبعها حتى الاخر. مرحبا بكم الخوت، غنهضروا فيها في شي حوايج اللي ما يقولهم لك حتى شي واحد، شي حوايج اللي غيطلعوا من القلب من لوفون من القلب. فاول حاجة بالنسبة للناس اللي كتسول على الطريق واش مزيانة واش خايبة، واش ممكن نوصل على الطريق تركيا ولا ما نقدرش نوصل، سواء على اليونان دول البلقان سواء على بلغاريا الى اخره، قلنا دائما مرارا وتكرارا ان لا بوسيبيليتي باش توصل لاوروبا سواء على رجلك ولا بتسليمه فهو احتمال وارد ممكن، وعنده واحد النسبه ديال التحقق ما بين 10 حتى 20%. ولكن ما تنساش عزيزي بان هاد الطريق كما قلناها سابقا، هذا غير باش نذكر باش ندخل في الموضوع، قلناها سابقا ومرارا وتكرارا هاد الطريق ما تدارش لكلشي، ضعاف القلوب ماشي ديالو ما الطريق، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الناس اللي عيانين، الناس اللي مراض، الناس اللي مدقدقين ما عندهم ما يديروا بهذا الطريق، العيالات البنات الناس اللي رطب شويه ما عندهم، ماشي رطب بمعنى انهم ماشي رجال ولا حاجه، راهم رجال ولكن ماشي ما مولفينش تكرفيسو وما مستعدينش يتكرفسوا، اولا عندهم افكار مغلوطه على طريق اليونان وطريق البلقان. خاصكم تعرفوا بان الطريق على طريق اليونان وبلغاريا وطرق البلقان ثاني اصعب طريق في العالم بعد الطريق ديال دول امريكا اللاتينيه لاتينوس حتى المكسيك حتى الحدود ديال الميريكان، هذيك هي اصعب طريق لاتينوس، وكتجي من موراها هاد الطريق ديال تركيا. ما تنهضروش على البحر، البحر هذاك ستاج الاخر، ستاج الوحش، نزل البحر وقوارب الموت، انا ما كنهضرش وما كننصحش دائما بالباطو، لان مازال هاد الناس اللي كيمشيو على طريق البلقان اخر مطاف كيشبع عصا يمشي للتليفون يمشي يدور رزقو وكيرجع بحالاته، يعني قليل وقليل قليل جدا في كتكون شي حوادث نادره. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. الحريه عندها ثمن، العيش الكريم عنده ثمن، النجاح عنده ثمن، اي حاجه في الحياه لا بد ان تدفع الثمن لكي تنالها، لا بد ان تاخذ المغامره، لا بد من الروح ديال الريسك، لا بد يكون عندك الريسك في الحياه، اي خطوه في الحياه كتاخذ واحد الريسك قابله للنجاح وقابله للفشل. فاذا ما كنتيش قادر تاخذ هذه الخطوه هذه غتبقى جالس في بلاصتك كتفرج في الناس وصافي، كتفرج في الناس كتنجح، ناس كتفشل، ناس كتنجح الى اخره. انواع المهاجرين اللي كيجيو هنا لتركيا بزاف وبزاف 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 وبزاف، بحكم المعاشره ديالي معاهم شفت بزاف ديال الانواع ديال المهاجرين. كاين واحد النوع اللي اش نقول لك كيسرها ليه الله من النهار الاول، الدنيا ربيعه والجو بديع، قفل على كل المواضيع، قفل قفل قفل، يعني ما عندوش مشكل، كيجي النهار الاول كتيسر ليه لا الامور، كيكري كيستقر كيرتاح كيمشي مع جروب وكيوصل، ها هو في صربيا طنطن كيعاود تسليمه خرج وسلام طق كتلقى راسو في الطاليان كيدير لها الله اعلم. كاينين هنا اللي غادي يجيبوا في التعليقات اللي وصلوا غيقول لك 15 يوم ضربت 20 يوم في الطريق حتى للطاليان بتسليمات، كاينين صحاب الرجل اللي دازوا ضربوا شهر شهرين شهر ونص، كاين اللي ضرب رقم قياسي 26 يوم شهر بالرجل حتى للطاليان حتى لاوروبا، كاينين اللي ضربوها بالرجل. وكاين واحد النوع اللي جابها في الضربه الثانيه، كاين النوع اللي جابها في الضربه الثالثه، كاين النوع اللي جابها في الضربه الرابعه، كاين النوع اللي جابها في الضربه الخامسه، كاين النوع اللي مازال الى يومنا هذا ضرب شي 10 ضربات 12 ضربه صدق او لا تصدق مازال ما داش وما بغاش يرجع. وكاين واحد النوع اللي وصل غير حدا الكرياج ولا وصل حدا الواد شاف دوك الاجواء رجع بحالته قال لك انا مالي ومال هذا الزمر. كاين واحد النوع اللي سكن غير في بيت شبابي الليلة فاش سكن لغد ليه رجعوا الدراري مكرفسين من اليونان ولا بلغاريا بقاو كيعاودوا ليه على العذاب ديال الطريق، قطع البي ورجع بحالته دار بالناقص من الحرقة. شوف العقليات كيفاش كتختلف ديال الناس، انا كنقول لكم الواقع اقسم بالله هادشي اللي كاين. وكاين واحد النوع اللي دار تجربه دار 5 ولا 6 المحاولات ورجع للمغرب دابورها في الخوا كيتصلوا بيا حاليا كيقولوا لي باغي نرجعوا لتركيا، هم راجعين، كاين اللي رجعوا فيهم وكاين اللي راهم جايين في الطريق. علاش؟ لانه فاش رجع وايماجينا وعاود صور الرحله ديالو لقى راسو كان قريب من تحقيق الهدف ورجع للور عاوتاني للمغرب، يعني رجع 100 خطوه للور كان قريب من تحقيق الهدف، ربما تشد في كافالا تشد في 79 تشد في A1 تشد في كذا، كاين اللي رجعوه من صوفيا كل واحد منين رجعوه. وكاين واحد النوع اللي عاش في اوروبا، انواع المهاجرين كاين واحد النوع اللي كان عاش في اوروبا خدام ما به ما عليه بخير اليس،
كان في المانيا ولا في باريس ولا اسبانيا ولا ما عرف فين كان، ذاك كي اللي ضرب 3 سنين، كي اللي ضرب شهرين، كي اللي ضرب عامين، كي اللي ضرب 5 سنين، كي اللي ضرب 10 سنين، وردوه ريفو للمغرب. هذا ضرب 5 سنين في اوروبا ولا 6 سنين، وما اكثرهم. وكاين اللي غادي يجيني في التعليقات يقول لك انا واحد من دوك الناس اللي راجعين ريفولي وباغي نمشي، ورجع ريفولي وعاوتاني رجع لتركيا وعاوتاني ضرب وصل. وكاين اللي راه غادي كيفكر يرجع، وكاين اللي راه جاي باغي يوصل. علاش؟ لانه شاف شي حوايج في اوروبا كيستحقوا هذه المغامره فعلا، يستحقوا تغامر عليهم، لانه عاش في واحد النيفو. لان فاش كان كيطيح كيمرض في فرنسا ولا في اسبانيا كيمرض، يلاه كينوي مرض كتجي لومبيلونس كتديه وكيدخلوه، ما كيقولولوش خلص فيزيتا ديال الطبيب، وكيديروا له العمليه بافابور، وكيعطيوه الدواء وكيمشي بحالته. لانه كان ملي كيبغي يمشي يتفرج في التيران في كره تما في سانتياغو برنابيو ولا في ملعب ديال الامراء بارك دي برانس فرنسا، كان كيمشي داكشي الكتروني تاكتيكي، شاف ناس منظمين، شاف الحياه، شاف لا جالوزي. عاش 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 بمعنى الكلمه، لانه شاف التعامل ديال الانسانيه، شاف بزاف ديال الحوايج زوينين تما في اوروبا، شاف بزاف ديال الحوايج، شاف ناس متواضعه، شاف بزاف ديال الحوايج اللي عجبوه. لا مجال للمقارنه نهائيا. فاش كيرجع للمغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا ملي كيقول ما يمكنش يعرف الرجل وفين كنت وفين رجعت، ما كيبقاش قادر يعيش في المغرب، ما كيبقاش قادر يستحمل حياته في المغرب سيمانه شهر بحال جالس مجمر. كيقول يا ريت اصلا ما مشيتش لديك اوروبا النهار الاول، ما نتكواش بحال هكذا، كره اح وبردت، ولا المشكله راه مشيت وعشت ودقت من القروش الحياه. وقع له مشكل، شحال واحد وقع له مشكل تما ورجعوا ريفولي وباغي يرجع، ودار عقلو وتنادم عليه الحال وعلاش كان كيخربق تما في اوروبا وكان كيطلع ويدنا. دونك كاين بزاف ديال المسائل في هادو. الور هاد الطريق ديال اوروبا واش تستحق ولا ما تستحقش تغامر عليها؟ انا في نظري تستحق، وفي نظر بزاف ديال الناس غتختلف وجهات النظر ديالنا. كاين اللي غيدخل عندي في لي كومونتير غيقول لي لا ما تستحقش، نقول له عندك الحق، ما غنختلفوش، لان كل واحد والمعيار اللي كيمشي اللي كيفضل به يمشي يعيش في اوروبا ولا كيفضل به الغربه. كل واحد والمعيار، كاين اللي عاش الظلم، كاين اللي عاش الحقره، كاين اللي كان كيدير في الراشه، كان كيدير في الراشه في المغرب كيجيو مخازنيه كيديوها له مشاكل، فهمتيني؟ كاين اللي عاش الحقره، بلادو تحقر بمعنى الكلمه تحقر، جروا عليه من الكراه خرجوه، كاين اللي ساكن في براكه، كاين الى اخره، كاين اللي شاف امه قدام عينيه كتموت في السبيطار، علاش؟ جوج المليون ولا ثلاثه المليون العمليه ما عندهاش. كاين اللي شاف هذا الشيء، كاين اللي حاقد على راسه، حاقد على البلاد، بزاف ديال الحوايج. وكاين اللي كيقول لك اودي مشي انا نقتل راسي في ديك اوروبا في الطريق البلقان وشدوني والعسكر والعنصريه في الطريق وكذا عذاب تركيا ولا اهل اخويا على هادشي. وتا هو كنقول له وجهه النظر ديالك صحيحه، لان حنا كبشر القناعات ديالنا كتختلف والميولات ديالنا كتختلف والاحلام والطموحات ديالنا كتختلف من شخص الى اخر. حتى واحد ما يقولك شي حاجه بالنسبه لهذا الباركور، الطريق ديال تركيا، الطريق ديال البرقان كاملة بصفة عامة، تركيا، بلغاريا، اليونان، صربيا، مقدونيا، النواحي كاملين، البوسنة، كرواتيا إلى آخره حتى كتوصل لأوروبا. مدرسة في الحياة، هذه مدرسة، 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 كتخرج منها غاني رابح، إذا سواء نجحت ولا ما نجحتيش، أنت رابح، شي غاني. فإلا وصلتي كون على يقين انت احسن من هذاك اللي مشى فيزا ولا مشى كونترا. هذاك اللي مشى كونترا كان جالس ما به ما عليه، سال الباك ديالو ولا سال التكوين ديالو ولا سال ليستيه ديالو، ولا كان جالس بيطالي ما به ما عليه، دبر له عمو ولا خالو في كونترا، قطع البي طلع في الطياره لقى راسو في باريس، تسقات ليه بارده ما ضربش عليها تماره. كيمشي لتما كيقلب على رونديفو مع كاترين وكيسمح في جاكلين سخاغن سخاغن في المانيا كيضربوا الماكن. علاش؟ راه اخيها طالقه ما حش بالصهد ديالها، ما عرفاش منين جات. ولكن هذا اللي طاح مره وجوج في اليونان، طاح في بلغاريا، تكرفس في البوسنه، تكرفس في كرواتيا، تكرفس في صربيا، نقز سلاله، جرح، تعور، تقرب، ما خلى ما دار، جروا عليه البوليس، مخازنية، الأكراد، عاش المعاناة، ناس نعس تحت الشتاء، نعس تحت البرد، عاش شي ظروف صعيبة، كلا العصا، مشى له التليفون شحال مرة، مشى له رزقو شحال مرة، قعصا وعانا باش وصل لأوروبا. صدقني أنه كيمشي لتما كيكون ماضي، لأن كيخرج واحد لاتيستاسيون. أنا بالنسبة لي هادو أبطال، هادو أبطال. زيزو فلوغ بالنسبة لي بطل، وخرجوا من المكسيك للمغرب بطل.
لحقاش دار واحد التجربه، دار واحد الكارير في حياته، هو خلق لراسو واحد الشخصيه واحد الكارير، وحبوه الناس ومشاو معاه غامروا مع الناس في الرحله ديالو وتعاطفوا مع الناس. فانا كنحيي هاد الناس هادو بزاف، وكنحسدهم الحسد الايجابي ماشي السلبي، كنحسدهم على التجربه اللي داروا. كان بامكاني تمنيت انا وكنت درتها، مي لا غالب انا كان لك رحم الله من عرف قدرها. انا داير عمليه في الرجل ما نقدرش نمشي بالرجل، تو سامبلوم كيلومتر واحد ما نقدرش نمشي بالرجل، فرحم الله من عرف قدرها. كنقولها دائما، اللي مريض اللي عيان اللي كذا اللي مسخسخ اللي ضعيف اللي كذا اللي ما قادرش يمشي اللي كيخاف اللي كذا اللي سميتو، يريح بحالته بلا ما يجي. هاد الطريق راه ديال واحد الفئه قليله اللي كدوز منها، اللي عندها اصرار، صمود، تحدي، صبر، مواجهه، بغى يدوز واحد الامتحان جديد في حياته، بغى يكتشف واحد الافاق جديده، بغى يبدل لا سيتياسيون ديالو، عنده الرغبه، عنده ما يكفي من الرغبه، عنده الاراده القويه. هاد الناس هما اللي كدوز، هاد الناس هما اللي كتوصل، هاد الناس هما اللي كيخدموا، هاد الناس هما اللي كيبدلوا لا سيتياسيون ديالهم. فهمتيني؟ كتطلب من الله سبحانه وتعالى شي حاجه، وكتوكل على الله، وكتوضى وكتصلي وكتشدك الطريق، ودعاو لله ودعاو الوالدين وكذا، ورضات الله ورضات الوالدين، وسير ترونكيل، ربي ما غيخيبكش باذن الله. غتعاني غتقاسي، راك راجل خلقت لتتكرفص. بنو بطوطا الرازي، بنو سينا والعلماء والرحاله القدام اللي كانوا كيجولوا البلدان بالرجل، كيكونوا دول دول ناس دازوا على العالم بالرجل. هذوك ما غاديش تصدعهم سته ديال الدول ولا خمسه ديال الدول بالرجل، ما تصدعهم ما تبرزطهمش كاع في دماغهم كي والو، اين نحن منهم. فالانسان ما تكونش الشخصيه ديالو ضعيفه، الانسان يقلب على راسو الخوت، قلب على راسك. الوقت كيمشي، شحال قدك تعيش؟ شحال في عمرك 30 40؟ شحال باغي تعيش خالدين فيها؟ راه غيجي واحد النهار غتموت، فهمتيني؟ ف حاول هادشي اللي بقى لك في حياتك تحاول دير شي حاجه اللي تعيش مرتاح. خدمه صغري على كبرك، تكرفصتي في صغرك ترتاح في كبرك. انا هاد النضال هذا وهاد المجهود اللي غديرو كذا، ماشي تطبقو غير على الهجره، تقدر تطبقو في التجاره، تقدر تطبقو في الخدمه، تقدر تطبقو في التحفير في التماره. انا اللي كنقول لك وقف، وقف على رجلك، وقف، ما تبقاش كترجم خطوه في بلاصتك، وقف، ترجل مع الوقت. الوقت بغاتك تكون ماضي، حنا غاديين في واحد الوقت ما فيها ما يتشاف، فهمتيني؟ القوي ياكل الضعيف، قانون الغاب. شتي الا بقيتي ظريف وارنب ارنوب غي ياكلوك الدياب من الاخر. هاد العصر، هاد الزمن اللي كنعيشو فيه لا يرحم. الواقع ما كيرحمش احمدي، الواقع ما كيرحمش، فهمتيني؟ ما كيرحمش احمدي الواقع، الواقع مرير بزاف. د الفوام كيتسناوك توكلهم، امك، باك، خوتك، كدا، انت راسك، انت خاصك دير شي حاجه لراسك في حياتك في اي دومين كان. راه ما كنقولش غير الهجره، مي انا بحكم ان قناه كنهضروا على الهجره، انا كنقول لك الناس اللي دازوا هاد الطريق بالنسبه لي ابطال، ابطال. الا سولتي الناس اللي دوزوا هاد الباركور وصلوا دابا لاوروبا، عرفتي فاش كيبقاو يتفكروا دوك الذكريات، وفاش طاح في بلغاريا، وفاش طاح في اليونان، وكلا العصا، مشى له التليفون، وجراو عليه الاكراد وكلا الى اخره، ودوز الكامب، ودوز الحبس، وخرج وتكرفص، وما خلى ما دار، وكان غيموت بالجوع، وكان غيموت بالعطش، وقلبو كان غيسكت. عرفتي فاش كيبقى يتفكر داك الشريط، كيبقى كيجي داك الشيء غير بحال الضحكه، بحال البارح كان، وراه دازت عليه سنوات، كيجي غير بحال البارح كان. ودائما ديك لا سيتياسيون ولا ديك القصه المثيره اللي عاشها في حياته كتكون حافز ودافع عليه باش يخدم ويجمع الصرف، ويكون كيقول انا ضربت التماره كامله، ميمكنش غنضربها على الخاوي، جيت لاوروبا وضربت التماره بالرجل وكذا. خلينا اخويا ما يضحكوش عليا الشمايت، غير خدم باش ما كان. اللي قال لك اوروبا ما فيها ما يدار، قول ليها اخويا اجي اش كدير فيها، ارجع بحالك، اجي معنا المغرب، حنا عندنا ما يدار، عندنا السبيطارات على اعلى مستوى، عندنا التعليم بالمجان، التطبيب بالمجان، عندنا الخدمه موجوده، عندنا الصادر فايت السميك اللهي، عندنا الامور مزيانه في البلاد، اجي معنا اخويا لهنايا مرحبا بك. اللي في اوروبا وقال لك ما كاين ما يدار، كاينه شي حاجه سميتها ما كاين ما يدار، قالتها مرارا وتكرارا. فالخوت هاد الطريق راها مدرسه، ولكن ما كتسخرش لكل شيء. باش نكونوا واقعيين، كاين واحد الفئه معينه هي اللي خارجه على هذه الهجره، وديك الفئه اللي غادي تجي لهنايا ماشي كلشي غيدوز. عرفتوا دابا تركيا حاليا مضروبه، طيارات كيجيو عامرين باقي بالبشر، تركيا عامره، السكنات الشبابيين عامرين، الحمله دابا كاينه على المخالفين، الديبو الروينه، تشاش العافيه شاعله هنايا. على هادشي كامل علاش؟ هاد الناس كاملين علاش جايين؟ علاش؟ الناس اللي معاودين، الناس اللي راجعين للمغرب، الناس اللي راجعين من الرفولي، علاش كيعاودوا يرجعوا؟
لاش كيعاود يرجعوا؟ لو كان هذا الشيء ما يستحقش انهم انا كنفكر كان ايماجيني واحد اللي داز من هذا الطريق ولا حرق من الباطه ولا حرق من شي بلاصه ومشى لاوروبا وضرب 3 سنين ورجعوا ريفولي للمغرب. علاش راجع؟ علاش راجع؟ علاش راجع عاوتاني وعلاش دق في الباب؟ علاش راجع عاوتاني وعلاش دق في الباب؟ علاش راجع؟ علاش راجع؟ تم اللي ما كاين ما يدار بقى فهمتيني. ولكن الخوت الناس داقوا شي حوايج في شي شكل عاشوا لافي عاشوا لافي فهمتيني. الاورو والشقراوات وكذا والروينه والحياه ولا جلوزي وكذا بزاف ديال الحوايج. ولكن هادشي راه ما كيتحققش بسهوله في اوروبا. راه خاصك تكون صينضيط، خاصك تكون سنطيح، خاصك تكون جيب هي عندك الجبهه، جيب هي بالهنديه، جيب هي زندقي مهبطين تخدم هي. ما خدمتيش هي غادي تكرفس هي وغادي تكرطاهي، ولا تكرطيتي هي غادي يديروا لك ديبوري هي وغتمشي للمغرب هي وغتلقى راسك في محطه ولا زياني هي كتسعي هي درهمي هي في سبيل الله هي. كاينش. ف الى وصلتي لاوروبا خاصك تكون راجل، من غير اوروبا خاصك تكون راجل، في تركيا خاصك تكون راجل، في اليونان خاصك تكون راجل، في بلغاريا خاصك تكون راجل، الى اخره. كانوا عاشرون دراري ونتذكرهم بالاسامي. وهذه المناسبه نبغي نحيي شي وحدين فيهم اللي راهم في اوروبا، محمد اللحيه ولد اكادير، الملالي محمد، هذا يتيم وكان مصر باش يمشي، ويلكوم ويلكوم. كذلك ما ننساش خويا عثمان، الدراري بزاف اللي عاشرتهم. انا كنحاول نتذكر الاسماء كثار 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 كثار، الدراري كثار صراحه. العيوني، هاد الدراري هادو كاملين كاين اللي فيهم ضرب عام، كاين اللي فيهم 6 شهور في تركيا، كله محاولات، كله محاولات، كله محاولات، محاوله ورا محاوله، توصلوا، ما بغاوش يرجعوا. كنعرفهم، كانوا كيديروا الرحله كيفشلوا كيرجعوا كيخدموا في الورشات، كاين اللي خدام حلاق، كي دي بانيك يجي يقرا منا قال لك والله المغرب لا رجعت، حتى والله واخا يقتلوني في البلغاريا لا رجعت، تراب هادو عرفتهم غيوصلوا غيوصلوا. طوال الزمان ولا قصار، حيت ربي سبحانه وتعالى كيشوفك انت مصر كتصلي وكدعي وكذا وكتطلب، غتوصل غتوصل. كنتي من ذاك النوع قطران بلادي ولا عسل بلادات، الناس الله يسهل عليك في ذاك القطران اخويا، الله يسهل عليك، هادشي اللي كاين. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، نتمنى تكون المعلومه وصلت والفكره وصلت. الفيديو الجاي غنجاوب على الاسئله ديالكم الخوت، غادي ندخل دابا التعليقات وغنجاوب على الاسئله ديالكم كاملين، أسئلة الأسبوع كلها. فالفيديو الجاي هو إجابة على الأسئلة الأسبوع، غادي ندخل غنحط التليفون قدامي وغنشوف أبرز الأسئلة اللي محتاجة جواب وغنجاوب على قدر المستطاع. ونتمنى تكون هذه الحلقة مفيدة لكم الخوت، بارطاجيو وتبارك الله عليكم، لايك أبوني، إلى اللقاء.